الأول سليمان عثمان عبد القادر من مصلحة الأمن العمومي ولاية عين تيمشنت. أمن عين تيمشنت، واش تقولنا على الأرقام فيما يتعلق باستجابة المواطنين بالحجر الجزئي من 7 إلى 7 صباحا؟ وهل هناك التزام؟ هل المخالفات زادت أم نقصت مع مرور هذه الأيام؟ قبل التطرق إلى لغة الإحصائيات، أولا نتكلم على مدى استجابة المواطنين للحجر الجزئي المنزلي من 7 مساء إلى 7 صباحا. نتكلم أولا نقول بأن الاستجابة بدأت تدريجيا، استجابة المواطنين بدأت تدريجيا، حيث سجلنا تناقص كبير في عدد المخالفات المسجلة. أما عن لغة الأرقام، فسجلت مصالح أمن ولاية عين تيمشنت عدد الأشخاص المخالفين للحجر المنزلي الجزئي خلال الأسبوع الأول سجلت 126 مخالف، عدد المركبات سجلت وضع 28 مركبة في المحشر، وعدد الدراجات النارية سجلت 5 دراجات نارية في المحشر. في اليوم الأولي ما كانش عندنا هناك قرار السيدة والي ولاية عين تيمشنت، يعني قرار اللي يتكلم على الوضع في المحشر. أصحاب المركبات سجلنا حوالي 97 مركبة، قمنا معهم بالإجراءات القضائية، وهي تبقى لنص المادة 7 من المرسوم التنفيذي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، المرسوم التنفيذي 70/20، وهي إجراء ملف قضائي وبعثه إلى العدالة.